مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وتقبل طاعتكم وحياكم الله في يوم جديد من برنامج مجتمع واعي. مساك الله بالخير فواز، وحياكم الله مشاهدينا. قصة جديدة من قصص التكاتف المجتمعي ومضرب مثل لوقفات أبناء البحرين المشرفة، شاهدناها على مدى الأسبوعين اللي طافوا، وكل يوم منهم كان يحمل قصة عطاء جديدة يا فواز. بالفعل، وقصة عطاء جديدة كانت البداية بادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمقطع فيديو يعني حصل له تجاوب وانتشار بمنصات التواصل الاجتماعي، واللي أعلن فيها عن الحملة وبدأ بنفسه بالمساهمة في هذه الحملة. أكيد، ومن عقب هذا الإعلان من عقب إعلان سمو الشيخ ناصر الله يحفظه، شفنا المساهمات من الشركات والمؤسسات والأفراد، الأفراد من كل أعمارهم صغار وكبار، وشفنا حتى الجمعيات شلون بدأت تكاتف كل هذه الحملة، لين وصلنا أو وصل مبلغ المساهمات فيها نحو 100 مليون دولار تقريبا، والبث كان متواصل على قناة البحرين، وكانت الأرقام تطلع، وكل ما يزيد الرقم يا فواز كانت قلوبنا تزداد دقاتها فرحا بهذا التكاتف. كلنا تابعنا التغطية الخاصة من تلفزيون البحرين. اليوم مشاهدينا يسدى الستار على قصة من أجمل قصص العطاء في البحرين، وراح تتكلم ونتكلم عن الحملة في يومها الأخير من خلال فقرات البرنامج. خلكم ويانا، لكن قبل هذه الفقرات وقبل ما ندخل في فقرات البرنامج، قبل ما نروح فاصل، شنو عندنا اليوم؟ أكيد لازم نشكر اليوم عندنا شيء عامر هنا، عندنا نشكر نقدم الشكر الجزيل حق كاف كافيه، وأيضا أبديت سويت على هذه الحلويات، وصراحة جدا مهم وجودهم عقب الفطور حق اللي ما تفطر مثلنا، حق اللي ما تفطر واللي متواجد على رأس عمله سواء في الصفوف الأمامية وحتى في وسائل الإعلام. يعطيكم العافية، بعد الفاصل نتلاقى وياكم. طبيعة شغلنا تحتم علينا إن إحنا نقعد وايد في العمل، فلازم نحافظ على نظافة المكان ونعقمه ونركز على التباعد الاجتماعي، لأن سلامتك تبدأ بتجنب المصافحة، ولازم تستخدم معقم اليد وتلتزم بالإرشادات الصحية، وتحط في بالك دايماً إن هالمكان جزء من الوطن، والوطن لي ولك ولنا كلنا، وعلشان سلامتك تجنب الاختلاط، حافظ على نظافتك الشخصية، فكر في صحتك وصحة اللي حواليك، ترى البحرين تستاهل، لأن أمن وسلامة أهلي وأهلك أولوية، تراك غالي على البحرين مثل ما البحرين غالي عليك. حياكم الله من جديد، ونبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث قام معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، قام بزيارة تفقدية إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى الميداني بسترة. وحدة العناية المركزة هذه يا فواز تم تجهيزها ضمن الاستعدادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، لتوفير الرعاية المركزة للحالات الحرجة الناتجة عن الفيروس، وتقع على مساحة 2400 متر مربع، وقد تم تجهيز الوحدة في وقت قياسي خلال 14 يوم بس. 14 يوم بس. هذه الوحدة تبلغ طاقتها الاستيعابية 152 سرير، مجهز ب 152 جهاز تنفس اصطناعي، طبعا راح تدار من قبل كادر طبي متخصص مكون من 55 طبيب و250 ممرض وممرضة ومختبر طبي. طبعا هذه يعد سابقة بإنشاء هذا المختبر في مستشفى ميداني مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة. نعم، وفي نفس السياق كوادرنا الطبية دائما في الخط الأول وفي حمايتنا في كل وقت، وساعات عملهم الطويلة تحتم عليهم أن يمارسون عباداتهم والأمور الروتينية اللي تعودوا عليها في شهر رمضان في مقر العمل، وهذا التضحية بالوقت من العائلة والراحة كلها عشان المواطنين والمقيمين. هم أبطال، أبطالنا جيشنا الأبيض، دائما ما يبهرون بما يقدمونه في العمل من جد واجتهاد وإخلاص لشرف هذه المهنة، وكل شيء يسوونه مقدر ومحسوب لهم في صفحات فخر الوطن. زميلتنا شوق العثمان زارت أطباءنا المتواجدين في مركز الفحص في أرض المعارض في وقت الفطور، ورجعت لنا بهذا التقرير، خلينا نشوفه معاكم. أي تعب يهون عشان سلامة البحرين وسلامة مجتمعنا وسلامة أهلنا، أكيد البحرين في عيوننا مثل ما إحنا في عيون البحرين. في أول الصف يوقفون دائما ضد فيروس كورونا، وقفة عزم ما فيها هوان،
حتى لو نسوا الراحة، التعب لجل البحرين على صدرهم وسام. سلامة كل فرد في المجتمع تسوى الدنيا وما فيها، فاللي يخلينا نجي هو منطلق حبنا للبحرين، حبنا للناس، من منطلق الأمانة اللي احنا أخذناها على عاتقنا كأطباء. الدور كبير جدا والمسؤولية أكبر، والمسؤولية تقع على عاتق جميع الأشخاص، والعمل عبادة في هذا الشهر الفضيل وفي جميع الأشهر. هو تشريف أول شيء من رب العالمين، التشريف من القيادة الرشيدة، التشريف من الناس، من المجتمع، والأهم نظرتنا لروحنا كأطباء وكعاملين صحيين، إن إحنا فعلا قاعدين نقوم بالدور اللي متوقع منا، وإن شاء الله نكون قدة ونخدم البلد ونستمر في أدائه. الدكتورة جليلة واحدة من آلاف الأطباء والممرضين اللي يعملون لساعات طويلة في هذا المركز من أجل سلامة كل من على هالمملكة. البحرين في عيون كل واحد فينا، لأن أهلنا جزء من البحرين، لكن البحرين أشمل، البحرين أكبر. سلامة البحرين سلامة، جزء منها سلامة أهلنا. بين الشوق للأهل واللمة والأصحاب يبقى حب الوطن أول وقبل كل شيء. أفتقدهم، نشتاق ليهم، أكيد نشتاق ليهم، نفتقدهم، لكن أكيد هم يفهمون ويدركون إن إحنا هذا كله علشانهم. الشوق موجود، لكن نشتاق لسلامة البحرين وسلامة أهلها أكثر. ساعات نكلمهم في التليفون وقت الفطور عشان نحس إن إحنا موجودين وياهم وحسون بوجودنا وياهم، لكن نحن ندرك إن إحنا موجودين في قلب كل بحريني الحين، مثل ما كل بحريني موجود في قلبنا، مو بس بحريني، اللي يقيمون على أرض هاي الأرض البحرين الطيبة. إحنا هني علشانكم، فنرجوكم اهتموا بصحتكم وصحتنا، لأن كلنا في بلد واحد، ندعم بعض بحرصنا على سلامة بعض. ينشغل المؤرخين الآن في كتابة قصة كورونا 2020، وينشغل أطباء وممرضات ومتطوعين البحرين لكتابة قصتهم الخاصة بماء من ذهب، لأن هذه القصة تختص بالوفاء اللي كل يوم يزداد في هذا التحدي الصحي على هالأرض الطيبة. شوقي العثمان لبرنامج مجتمع واعي. يعطيك العافية شوق، وكل الشكر والتقدير، وكلمات الشكر والتقدير أصلا ما توفي حقهم. أطباءنا جيشنا الأبيض المتواجدين في الصفوف الأمامية يقدمون ويضحون من وقتهم ومن وقت أسرهم لخدمة الوطن والقيادة. أكيد، وبعد من الأشياء المهمة جدا أن احنا نتبع بس إجراءات بسيطة تأهلنا من تفادي هذا الفيروس، وأهمها أن تكون في البيت. خلينا ننتقل معكم مشاهدينا إلى زميلة مريم بكمال وبرنامج أنت في البيت. مساك الله بالخير مريم. شكرا للزملاء لولو وفواز، ويعطيكم ألف عافية، وتحية لجميع متابعي برنامج مجتمع واعي. نحييكم في برنامج أنت في البيت، ونقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم في فترة جديدة من برنامج أنت في البيت. إذن مشاهدينا مساكم الله بالخير والسرور، ويا ريت أنكم تعطوني المقدمة. عود وصغير، ولد أو بنت، من المحرق أو العاصمة، أو في أي محافظة كنت، خليك مستعد دائما وشبك تليفونك بأقوى نت، يمكن الحظ يختارك والألف تكون لك أنت. بنسألك سؤال واحد، قاعد في البيت أنت؟ لا تروح بعيد، تابعنا وخلك معانا. لا هنت. مشاهدينا نرحب فيكم من جديد، ومتواصلين معاكم في برنامج أنت في البيت. ومثل ما قلت لكم، اللي حاب يشارك معنا في البرنامج ما عليه سوى تحميل تطبيق مجتمع واعي والتسجيل فيه عشان يكون من الفائزين إن شاء الله، لأن أنا عارف بأن المجتمع البحريني مجتمع واعي جداً وقاعد يسمع جميع التعليمات، علشان إحنا إن شاء الله الله يحفظنا وتنتهي هذه المرحلة ونعيش حياتنا من جديد مرتاحين مستانسين، ونطلع وندش ونروح ونزور كل اللي ما زرناه في هذه الفترة. فترة بسيطة وبتعدي بإذن الله. إذن
خلينا نشوف الحين البيت الثاني ونشوف هل هم متواجدين في البيت. مثل ما قلت لكم ومثل ما شفتوا الاتصال الأول كانت لمتطوعة كانت تتأدي عملها مع الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا وحصلت 1000 دينار، فما بالك إذا أنت بعد كنت موجود في الدوام، أكيد تعتبر من الفائزين لأن أنت على رأس العمل. إذا مشاهدينا قبل لا أخذ الاتصال أحب أشكر صراحة اليوم وايد عندنا سويتات وحلويات وكوفيات وآيس كريمات نصيف، شكرا جزيلا لهم على الآيس كريم لذيذ روعة جدا جدا كتير حلو بيجنن. الجيمات بعد طرشوا لنا ايضا الكوفي روست كوفي، طرشوا لنا كوفي يعطيهم العافيه جدا جميل. جمامي ايضا ارسلوا لنا العصاير، صراحه الاستوديو قاعد يغرق يوميا من السويتات، ما قصرتوا بس احنا خايفين نمتن لنهايه الشهر. يلا معليش نروح للبيت الثاني، احسني وايد هذرت. يلا نروح البيت الثاني، يلا حلو الصوت اوكي عندكم؟ البيت الثاني ردوا علي. ردوا علي متى وانت ردوا علي؟ اخذ اتصال ثاني؟ اخذ بيت ثاني؟ انطر بعد؟ ايش كثر انطر؟ على قولة ود يعني تجيني مداخلات تقول ما قاعد تخلينا نرقد عقب الفطور قاعدين ننطر. معلش بعد شو اسوي هاي المسابقة كذي؟ يلا نشوف الاتصال الثالث، البيت الثالث. ديكلايند؟ يعني سيدي طاقة ديكلاين هو؟ اجي اشيك بعد مرة. هو قاعد في الدي بي قاعد. بس ما يندرى. ها رد علي اللي عقبه، شوفوا انا عندي لايف على انستغرام، صكي صكي اللي عقبه اتصلوا لي اتصلوا لي صكي اللي عقبه. يلا بس استغرب اول شيء طاقه ديكلاين يعني معناته انه هو برا مو في البيت او قاعد يركض نفس الفيديوهات، شفتوا الفيديوهات اللي على الانستغرام؟ يلا نشوف ذي البيت الرابع، البيت الرابع. شوفوا اي واحد مسجل في تطبيق مجتمع واعي لازم يتوقع انه بيجي له اتصال يوميا، الارقام تتبدل يوميا، في سحب جديد، فلذلك لازم تحطون عندكم امل انه بنتصل، فخلوا تليفوناتكم وياكم من عقب الاذان لين 12 في الليل، يعني مو وايد. ما حد يبي يرد، ما حد يبي يرد. ها سكي سكي قاعد عندي في الانستغرام، سكي سكي سكي. نعم ناخذ غيره، وصلنا للبيت الخامس، لاحظوا كم بيت ما ردوا. يلا البيت الخامس، يلا ما في دي بي، نشوف كولينج رينجينج. توترت. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخة، معك مريم أبو كمال من تلفزيون البحرين، برنامج أنت في البيت. أي أنا في البيت بسم الله. تعرفيني باسمك؟ في أمل فزتي؟ إي لحظة بس شوي أعطيني دقيقة وبقول لك إذا فزتي. شلون؟ فزت والله بمقلبي. والله مو بمقلب، شنو الدي بي عندك؟ شنو؟ الصورة اللي طالعت لك في الانس في الواتساب شنو؟ بشوف. شوفي الصورة. انت في البيت الصورة. انزين، وثاني شيء قاعدة تسمعين صوتي صح؟ ايه. وثالث شيء بقول لك ان تم اختيارك في برنامج انت في البيت، عندك فرصة لكسب 1000 دينار اذا اثبتتي انك في البيت، ابي اكد لك ان اثبات وجودك في البيت ما يعني الزامك بتصوير البيت او اقتحام لخصوصيتك، في حال رغبتك انك تكونين ويانا يا انك تفتحين الكاميرا وتصورين لي رقم البيت او ترسلين اللوكيشن. لحظه اصوره صور وانا اشتغل لانه يعني مكتبي في البيت في الحجره. يلا احلى واحلى العمل من المنزل. لا اليوم الاتصالات مسكته. يلا فتحي الكاميرا. اوكي
أول مرة أفوز في شيء لحظة. إن شاء الله دوم يا رب. عاد بس لو البيت ثلاثة يوقف يتصل لي وبنكون بخير. أوكي. إن شاء الله. دقيقة بس خلوه. يلا جهزي مكانك وروي لنا الورك ستيشن اللي مسويتها في البيت والعمل من المنزل. بس يصير تطرش ولي شايف الواتساب عشان أدش المحادثة. أدش لك فيديو كول. بطق لنا فيديو سوي أكسبت. يلا. يا لج. تعالي أنا ما سألتك اسمك ولا تعرفت عليك. شوق جمال. هلا يا شوق. شنو تشتغلين شوق؟ كلية البحرين المعلمين طالبة. قاعدة تدرسين الحين؟ زين بيت ثلاثة واللي عافيك شوق دقيقة واللي عافيك واللي عافيك أنا اتصلتك ما رديت خلني أكمل الاتصال ويا شوق واللي سلمك. انزين شوق. نعم. هذه طبعاً مكانك أنت قاعدة تدرسين حالياً؟ يعني هاي البيت وهاي حجرتي طبعاً. خوش حجرة والله خوش ورك ستيشن وخوش يعجبني الأثاث الأبيض والحركات الله. مشكورة. زين رويني شنو في اللابتوب شو عندك؟ قاعد اسوي لسن بلان حق المات. يا سلام عليك شوق انا وايد مستانسه ان انت في البيت وانك قاعده تشتغلين من البيت وتدرسين من البيت وفعلا تستحقين الألف دينار والف الف مبروك عليك. مشكوره. بس سؤال هو الحين الفيديو بينعرض على كل التلفزيونات ولا شنو؟ حبيبتي انت في التلفزيون الحين. اوكي. لابتوبك منور التلفزيون. تمام شكرا لك يا شوق. مشكورين ومقصرته ويعطيكم العافيه جميعا. الله يعافيك ويسلمك. مشكورين حبايبي. شكرا شكرا مع السلامه شوق. اذا اليوم الاولى متطوعه والثانيه تعمل وتدرس من البيت. كفو عليكم اتصالات جميله جدا. احنا وصلنا الى نهايه فقرتنا الحين راح نرجع لكم اكيد ولكن راح نروح لبرنامج مجتمع واعي عقب هذا الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام في برنامج مجتمع واعي ومبارك حق شوق وكل من متواجد في البيت واللي يفوز بجوائز في برنامج انت في البيت. اما الان ننتقل الى لولو اللي راح تستعرض معنا اخر الاحصائيات المتعلقه بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضلي لولو. شكرا فواز. راح أسرد معاكم آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الموافق يوم الجمعة أو يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020، حيث بلغت الحالات القائمة 1534 حالة ووضع الحالات المستقرة ولله الحمد بلغ 1533 حالة، فيما يبقى شخص تحت العناية اللي نتمنى له الشفاء العاجل يا رب. أما المتعافون فبلغوا 1495 متعافي والوفيات 8 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. وقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 128 ألف فحص وهي النسبة التي تتفوق بها مملكة البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الخميس في مملكة البحرين رصد عدد من الحالات بفيروس كورونا وأيضا يعني في بعض كانت الحالات لعمالة وافدة وفي حالة بعض الحالات لمخالطين وحالات لبعض المخالطين للمخالطين وكل هذا ما لدي. هذا ما لدي أستاذ فواز. نرجع لك. يعطيك العافية لولو كل الشكر والتقدير لك. الله يحفظ البحرين قيادة وحكومة وشعبا ويحفظ كل المتابعين لبرنامج البحرين إن شاء الله في برنامج مجتمع واعي. وشكرا لك على هذه الإحصائيات والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه. Thank you.
الكل شارك والكل ساهم في الحملة الوطنية في النخير من أفراد ومؤسسات وشركات، مواطنين ومقيمين. الكل كان وده يساهم باللي يقدر عليه عشان يدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. صدقت يا فواز، كل المساهمات والمشاركات كانت تأكد على كل اللي نحمله من حرص على مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كونها نابعة من حسهم الوطني بأهمية هذه الجهود اللي أكيد تجي من باب المسؤولية الاجتماعية المشتركة. وللمزيد حول الحملة الوطنية في النخير يسعدنا أن يكون معنا في استديو مجتمع واعي الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. مساك الله بالخير دكتور، مبارك عليك الشهر. مبارك عليكم على البحرين على الكل. علينا وعليك يا دكتور، كلامك بخير. دكتور لو بنسألك في البداية، تفضل دكتور. إن شاء الله يعود علينا آمين. الدكتور اليوم جايب الشوكليت معاه، يقول لنا هذه حلاوة نجاح الحملة. صح. فيعني لو تكلمنا، احنا اليوم نسدل الستار على هذه الحملة، لو تكلمنا عن النجاح المتميز ومنقطع النظير عن حملة في النخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحمد الله على هذا النجاح والتوفيق من رب العالمين. أشكر سيدي جلالة الملك على دعمه ورعايته للبحرينيين والمقيمين من أجل توفير الأمن والسلامة والصحة. أشكر سمو الأمير ولي العهد وحكومته لتوفير كل ملتزمات النجاح في ظروف عالمية صعبة. طبعا سمو ولي العهد ما قام به كان دور بطولي، ساهم في إنقاذ حياتنا، فلا شكر خاص جدا، والكثيرين يشيدون بالإجراءات اللي أخذها منذ البداية. شيخ الخير سمو شيخ ناصر لا شكر خاص. إذا تكلم عن النجاح لازم أعبر عن تقدير خاص للبحرينيين للمقيمين، يعني تجاوبهم شيء تاريخي. اللي شافني يوم الجمعة، مو بالأسبوع، الأسبوع اللي قبله، يوم حققنا في أول يوم 20 مليون دينار. نعم. ما تتوقعون فرحتي. طبعاً كنت متراهن مع أبو أحمد ليكون هذا الشوكولات مال المراهن مع أبو أحمد. لا لا أحمد أعطيه شوكولات غير. كنت متراهن معه أن نحقق 30 مليون ديك الفترة، وهو قال 20. طبعاً هو فاز، بس ما كان يدري أنا كنت أقصد ليه نهاية الحملة. كان فوز مؤقت. إيه كان فوز مؤقت، بس يستاهل على جهد الجبار اللي قام به. أشكر الشركات وشاركهم فرحة الفوز والنجاح. هاي يوم تاريخي بالنسبة للبحرين. أشكر البنوك، أشكر يعني حتى الأطفال اللي لآخر لحظة اليوم كانوا رغم كورونا. سبيل المثال من نفس البيان طلابهم يجمعين 2000 دينار نبغيني كتم عيالي حتى لو عدد قليل. وصل الحساب إن شاء الله نلاقيكم ونتجمع في وقت آخر إن شاء الله ونلتقي. يعني الكل قاعد يبغي يشارك. شو تسميها النجاح؟ فزعة البحرين، حب، ولاء، تكاتف، تلاحم، كل هالأشياء. فزعة المحرق يوم كان يطفون الحرائج في المنامة ويساعدون الآخرين. فزعة الناس يوم كان يساعدون أهاليهم من المحتاجين أيام زمان. امتداد لهاي، سعيد جدا أن أشوف هالفرحة وهالروح في الشباب وفي الأطفال. يعني شو أقول لكم، يعني شيء تعجز عنا الكلمات. دكتور كلمات أنتم اللي قلتوها من فخر اعتزاز البحرين. يعني أنا عايش في هالجو من 6 الصبح ل 12 بالليل، فمتشبع بهالحب وهالسعادة.
أيضا أنا أشوف حوالي ناس نفس الفرحة. والشيء الجميل إنه مو بس نجاح على مستوى المادي، نعم، النجاح على مستوى حب الناس للقيادة، للتعاون، للتجاوب، للمشاركة. إن هاي مشكلة كبيرة، نعم، ويبون يكونون جزء من حل هذه المشكلة بأي طريقة، مثل ما تعطي دكتورة، يبون جزء من هالفرحة. والشيء الجميل قد ما الفريق الوطني، حتى احنا قاعدين نتكلم الآن ليل ونهار يشتغلون من أجل محافظتنا، محافظة على سلامتنا، والأطباء والممرضين والجميع الكوادر والأمن والجيش وكل هالإجراءات الماشية، نشوف جو من السعادة أيضا، نعم، للروح البحرينية العالية. فهي جو غريب يعني، نعم، يعني أعتقد أمس زميلتنا رقية ابتدت البرنامج قالت وايد ناس يسألون إحنا ليش نبتسم، إحنا نبتسم فخر، إحنا نبتسم بنجاح كل مرحلة من المراحل اللي نمر فيها. إحنا أكيد يؤلمنا وإحنا نذيع بعض الأخبار اللي قد لا تكون مناسبة، مثل بعض حالات الوفيات اللي ما تجاوزت أصابع اليد وإن شاء الله ما تتجاوز، لكن بعد ذلك إحنا جدا فخورين بمستوى العمل الجماعي والتكاتف والتلاحم. يعني فعلا دكتور لما قلت في البيت الواحد، الأب تبرع بروحه، الزوجة تبرعت بروحها، العيال تبرعوا بروحهم، ما قالوا إحنا كيان أسرة، لا، قالوا هذه البحرين، وكل فرد فيها كان يبي يثبت حق البحرين في إيش كثر هو يحبها وإيش كثر يبي يرد جزء من الدين لها. شفنا الفيديوهات دكتور اللي كسر حصالته للعيال، اللي ودي يقدم اللي يقدر عليه واللي ما يقدر عليه. أنا أب صديق يعني يقول لي دكتور إيش رأيك، ما بقطعك بس خلنا نأخذ اتصال ونرجع لك. أكيد. ينضم لنا عبر الهاتف سعادة السيد خليل إبراهيم الذوالي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية. نمسي عليك بالخير ومبارك عليك الشهر. أهلا وسهلا، مساء الخير دكتورة لولو والأستاذ فواز العبد الله، شكر لكم هذا الاتصال، وكل عام أنتم بخير. وحي زميلي وأخي سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. نعم، ومناسبة يعني مثل ما أنتم الآن فرحانين، إحنا فرحانين بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق على أرض البحرين، والفضل لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وهذه الإنجاز الكبير الذي تحقق اليوم من حقنا أن نفخر، ونفخر ونهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. مثل ما قلتوا أخواني، إن الكل في البحرين استجاب لهذا النداء، وكانت الفرحة كبيرة أن يساهم المواطن مثل ما ساهمت الحكومة والدولة في كثير من الأشياء. يعني اليوم اللي احنا نشوفه من خدمات طبية ومن متطوعين، يعني أتوا بكل فئاتهم وكل أطيافهم من كل المناطق من القرى والمدن لكي يخدموا هذا البلد في غضون ساعات، وصل عدد 40,000، يعني شيء مفخرة بالنسبة لنا كمواطنين بحرينيين. بالفعل هو فعلا مفخرة فعلا. يعني لو نتكلم أكثر عن دور الإعلام في نجاح حملة فينا خير. أول شيء أهني أخي العزيز أبو محمد وزير شؤون الإعلام على هذا الانفتاح، وأنا قلت له يعني في مقابلة مباشرة معه أن يعني اللي يدرك قيمة الإعلام ويعرف الجهد اللي قاعد يبذل لازم يحييكم، ومثل ما أنت دائما تقولين نرفع القبعة. أنا أعتقد بأن من حق الإعلام علي بن محمد الرميحي أن نفتخر بإنجازاته. فالإعلام من بداية المشكلة وهو كان شفافا، وهذا بتوجيه صاحب السمو إلى عهد الأمين، ولأن كانت في صراحة وكان في مكاشفة. وأنا دائما أقول بأن الإعلام الصادم، حتى لو كان الإعلام صادم، هو يفيد أكثر من الإعلام اللي نكتم عليه.
ولذلك يعني نجح الإعلام البحريني ولله الحمد بفضل جهودكم أنتم كلكم، ويعني معاملتكم مع الجمهور وتفاعلكم مع الناس كان له أكبر الأثر في أن توصل الرسالة بكل صدق وأخلاص. وكذلك كان المؤتمر الصحفي طبعا لفريق البحريني المعني بمكافحة الوباء كان صريحا وشفافا، وكان بين فترة وأخرى يطلع يذكر الحقائق، وهذا إعلام صح، الإعلام الذي ننشده، لأن من غير إعلام سوف يكون هناك نقص في المعلومات. ويمكن أنتم شفتوا يعني في دول أخرى لا نحب نذكرها الآن، لكن التكتم الإعلامي أضر ولم يفيد. ولذلك يعني حتى لو كان إعلامنا صادم هو إعلام الحقيقة. ولذلك يعني نحييكم ونبارك لوزارة شؤون الإعلام على هذا الإنجاز، وأنتم طبعا مشكورين على هذا الإخلاص والتفاني، والشكر طبعا للدكتور مصطفى السيد الذي منذ البداية يعني كان متواصلا معنا ككتاب في الصحافة أو كإعلاميين، وكذلك طبعا تصريحات دائما باستمرار عن خطوات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. نعم يعني أستاذ العزيز، هل تعتقد بأن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية استفادت من الإعلام في نجاح هذه الحملة؟ لا شك أختي، يعني المؤسسة شعور الناس اللي عاملين فيها حسهم الإعلامي، أنا أدرك وأعرفهم شخصيا، يعني أعرف أنهم مهتمين كذلك بوسائل الإعلام. ويمكن أنت شفتي أن سمو الشيخ ناصر لما خرج إلى الإعلام خرج وهو بكل شفافية وبكل ذكاء، وهو يقول لكم أنا منكم وإليكم، أنا المواطن الذي يهمني صحتكم ويهمني شعوركم بالأمان والاطمئنان. وكذلك صاحب سمو ولي العهد الأمين عندما خرج في الميدان وزار كل المواقع، هذا يعطي انطباع كبير. وطبعا وسائل الإعلام نقلت كل هذا الحدث، ليس فقط الإعلام البحريني، يعني أنا أكد لك أن الإعلام الخليجي والإعلام العربي أدرك يعني قيمة مثل هذا التحرك للقيادة في ومجابهة الذي وتعاملهم مع الجمهور. وإحنا كل يوم إحنا نشوفكم أنتم تتفاعلون مع الناس، يعني من لحظات كان في تقرير عن المركز اللي في أرض المعارض يتفطرون الممرضين والعاملين في هذا المكان، وهم يواجهون يعني في الخطوط الأمامية، ولكنهم يشعرون بسعادة. من نقل هذه الفرحة على وجوههم؟ نقل الإعلام. ولذلك يعني الكل تفاعل، وأنا أهنئ يعني مجلس الأمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أنها تعاملت مع الإعلام من البداية. ولذلك يعني يمكن الدكتور مصطفى السيد أطلع على الشاشة وجاءنا في ميكروفون الإذاعة أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، وهذا دليل على أن الشعور الإعلامي لدى قيادتنا شعور كبير، ونحن يعني من عهد الزمان نلقى كل الدعم من القيادة الحقيقة للإعلام، ودائما يقفون مع الإعلاميين، وهذا ليس فقط الإذاعة والتلفزيون وإنما حتى الصحافة وكل وسائل الإعلام. وتعلمون بأن لما حتى وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي كان نعم. كل الشكر لك سعادة السيد خليل إبراهيم الذواري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن العام القومي بجامعة الدول العربية، وتأكد أن الدور اللي قاعدين نقوم فيه هذا واجب، وإحنا على أهبة الاستعداد وسعيدين كل السعادة أن إحنا موجودين وقاعدين نقدم هذا الدور. دورنا الإعلامي أكيد لا يقل أهمية عن الباقي، لكن هو مكمل لهم. إحنا نحاول أن ننقلكم ونبرز لكم بعض الجهود اللي قاعدة تقوم فيها القطاعات، نعكس لكم من خلال التقارير الوضع الحالي. وفعلا أعتقد أن إحنا في هذه الفترة إعلامنا امتاز بسرعة والشفافية. بالتأكيد، ولمتي الإشادة من أستاذ قدير مثل أستاذ خليل الذوادي للخبرة الكبيرة في المجال الإعلامي، فبالتأكيد نقدرها ونشيلها على رأسنا من فوق ونعتز فيها مثل هذه الشهادات. دكتور، شهادة الأستاذ خليل الذوادي خاصة في المجال الإعلامي، لما تكلم أيضا عن المؤسسة الملكية ودورها في المجال الإعلامي وأيضا استفادتها من المجال الإعلامي في هذا الشأن، تعليقك أولا على مداخلة الأستاذ خليل. أشكر أستاذ خليل، فأنا أعتبره هو شريك استراتيجي للمؤسسة حتى يوم كان سفيرنا في القاهرة. نعم. وحنا نوصل المواد الإغاثية إلى القاهرة إلى فلسطين
عن طريق العريش في مصر كان هو اللي استقبلنا، ولضيق الوقت كان يحمل الكوارتين على كتفه نحملهم من الأرض إلى لاري إلى الشاحنة عشان نوصل قبل الليل ونعطي مجال لطائرات أخرى تنزل في هذا الجنود المجهولين اللي نتكلم عنه. والله أنا أفتخر به، وإذا ناس ساعدوني في نجاح الحملة شخصيات عظيمة مثل أستاذ إبراهيم. قبل ثلاث ليالي كان عنده برنامج خاص عن التطوع في إذاعة البحرين ساعة ونص، جاب شخصيات مختلفة اللي عندهم خبرات من الأيام في العمل التطوعي زمن الجميل من الشباب، وبرنامجه خلد العمل الرائع. بالنسبة للإعلام يعني أنتوا لكم دور كبير كبير جدا في هالنجاح التاريخي، راح يسجل تاريخ لكم. يعني إذا نشوف المؤسسة الملكية، إحنا إيش نملك كموارد؟ ولا شيء، لا ألومنيوم لا نفط ولا بترول ولا ذهب ولا ألومنيوم ولا أي مواد. ما نملك إلا سمعتنا لنكون قناة آمنة لتوصيل مساعدة الناس من بنوك شركات أفراد إلى المحتاجين المضررين. ما تملكونه أغلى من الذهب والنفط والألماس وغيره من المواد، ولا هذه الجوانب تملكون حب، تملكون وطنية، تملكون يعني مشاعر فياضة لحب هذا البحرين والقيادة. ما عليكم سود أبدا. الله يخليك دكتور. عندك مفاجأة أنا سمعت، أنا من بداية البرنامج وأنا أحس أن الدكتور عنده مفاجأة، عنده شيء بيقوله ويبي توانى شوي فيه. أعتقد هذا هو الوقت المناسب لتقول لنا المفاجأة. قلت أخلي المفاجأة للأخير، بس ما نقدر نصبر. إحنا في الخير ما نقدر نصبر دكتور، طماعين في الخير. أبغي أخبركم أن سمو الشيخ ناصر امتدادا لدور سمو ولي العهد في الفريق الوطني ودعم جهود سمو ولي العهد وجهني بأن أعلن بأن المؤسسة الخيرية مؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تتبرع لهالحملة مليون دينار. الله. وبالتالي نوصل إلى 100 مليون دولار. 100 مليون دولار. هاي رقم تاريخي تاريخ البحرين. نعم. والحمد لله شيء رائع، وأشكر القيادة، أشكر سمو الشيخ ناصر على حب ومتابعته، وهو يلمس شعور الناس. يعني أنا ما أبغى أطلع كثير من الرسميات، بارح الساعة 12 وزيركم محمد اتصلني قال مصطفى ما سوي طريقة، أنا خاطري أشوف 100 مليون عشان أروح أي مكان في الخارج. أتفاخر بهذه، أقول شعب البحرين يعني هذه هالبحرين بقى وصلت ساهم في توفير 100 مليون لكورونا. قلت له يعني إن شاء الله بتوصل انتفاء الخير، وإن شاء الله تشوف نتائج زينة. وكثيرين من الأفراد كل واحد يقول إن شاء الله نوصل ل 37,800,000 اللي هو ما يعادل 100 مليون. أنا أشوف الابتسامة يعني لما شفت سمو الشيخ ناصر وهو أعلن عن تبرعه بمبلغ مليون دينار وهو مبتسم، ونشوفك وأنت مبتسم ولولو في البرنامج مبتسم، تحس ان الدنيا بخير. والله فواز انا احس ان كل ما زاد المبلغ كانه يزيد في حسابي الشخصي. يعني هذا الرقم وفكره وجوده ككاونتر على تلفزيون البحرين فعلا يخليني كل يوم نفتح تلفزيون ونفتخر انه كان الحين. يعني للحين في ناس ما قالت اول يوم بس تبرعت خلاص، تشوف في ناس خصوصا ان هذا شيء تزامن مع شهر رمضان الفضيل، وهذه عوايدنا مد يد الخير. هذا يعطينا دروس حق عيالنا دكتور، دروس حق جيلنا القادم. الانسان يطهر فلوسه يعمل الخير. فاحنا نشكر القيادة اللي اعطتنا الشرف، ونشكر المواطنين اللي ضغطوا علينا. صدقت. ان نقوم هالعمل. صدقت. وانا بتوقف معك دكتور في هذه العجالة مع هذا التقرير اللي راح يرصد ابرز ما قيل عن التفاعل الكبير مع حبلة فينا خير، وفينا خير ان شاء الله.
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الله يحفظه دائما ما يتمتع بفكر إبداعي متجدد يجذب كل شرائح المجتمع. بالفعل لولو. سموه طال عمره كان قدوة للشباب البحريني ومثال يحتذى به في العديد من المجالات، وهالأمر ترجم من خلال التفاعل الشعبي الكبير اللي احنا شفناه في حملة في النخير. الزميلة شوق العثمان أعدت لنا التقرير التالي، خلنا نتابع ونرجع نواصل معاكم. حملة فينا خير، حملة إنسانية انشرت معاها كل الخير. حملة أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتصل الرسالة من القلب للقلب وبأبسط طريقة. سموه بدأ الحملة عبر فيديو انشره من خلال حسابه الخاص على موقع الانستغرام، خاطب فيه كل شرائح المجتمع وقدر انه يوصل فكرته بكل شفافية ووضوح، وأعطى للجميع مثال على أن كل مكان فيه خير، وكان رهان سموه على وعي المجتمع ومعدنه الذهب. سموه كان أول المساهمين في هذه الحملة، وكان قدوة لكل بحريني ومقيم، ومن خلال تزايد أرقام مبلغ المساهمات ساعة عن ساعة ويوم عن يوم، كان هذا التزايد إثبات ودليل قاطع على أن العمل الإنساني والتطوعي هو في أساس هوية البحريني الأصيل. فكر سموه النير والإبداعي دايماً ما يكون محط أنظار، وكعادة سموه المتميزة أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن قرب انتهاء الحملة برسالة نصية شكر فيها كل من شارك وساهم في الحملة، وهنئ الجميع بشهر الخير والبركة، شهر رمضان الكريم. الخير في ديرة الخير باقي والشعب كله متحد لجل نعدي هالتحدي الصحي بكل خير وسلام. حياكم الله من جديد، ونعود لي الدكتور مصطفى السيد ونتحدث عن هذه الحملة وبالتأكيد عن قصصها وعن ما مرت فيه من ظروف، لكن أكيد فيها محطات. أنا ودي نعرف أبرز المحطات في هذه الحملة دكتور. طبعا أهم محطة عندما خصص سيدي جلالة الملك 4,200,000,000 كميزانية لدعم أربعة مليار ومئتين مليون لدعم أشياء تساعد القطاع الخاص وتساعد المواطنين. صحيح. وأيضا دور الحكومة بقيادة سمو الأمير رئيس الوزراء في اتخاذ الإجراءات اللي تساعد المجتمع والقطاع الخاص من كهرباء، من رواتب، دعم رواتب، رواتب وأمور كثيرة، إيقاف الأقساط الشهرية حتى عدد أهالي البحرين المقترضين من البنوك، دعم أصحاب التكاسي. يعني دكتور إذا قعدنا نعدد هني بتخلص الحلقة ويبتدي يوم ثاني وإحنا ما خلصنا الحزمة الاقتصادية اللي دعمت فيها الحكومة هذا الوضع. وأنا أتابع محطات عالمية، الإجراءات اللي أخذتها البحرين ممكن تدرس في الجامعة أمانة. صحيح. من جميع النواحي، من الجدية، من المهنية، من التدرج. نقول الآن دور سمو الأمير ولي العهد، دوره في احتواء هالوباء من البداية، أنا أتكلم عن شهر يناير. نعم. اللي بعض الدول كانت تستهزئ بهالمرض. نعم. دول كبيرة، بس حكمته الحمد لله قدر يكون صارم وقوي وأخذ إجراءات وقائية احترازية للمحافظة على سلامة الناس. وقف لها العالم احتراما دكتور، حتى منظمة الصحة العالمية في هذا الجانب بالتحديد راح أتوقف معك دكتور لما بنتكلم عن جهود سمو ولي العهد في هذا الجانب بالتحديد في التصدي لفيروس كورونا. لكن أيضا ينضم لنا عبر الهاتف فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. مساء الخير أولا دكتور، وكل عام وأنتم بخير ومبارك عليك الشهر.
مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. نسلم عليكم، مسي عليكم على الإخوة الكرام وعلى الدكتور مصطفى سيد. يا مرحبا. هذا الأخ الذي يعمل بكل جهد وبكل إخلاص. صدق. للنهوض بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. حياكم الله. بالفعل دكتور. دكتور، تزامنت حملة فينا خير في شهر رمضان المبارك وشفنا تفاعل الناس مع هذه الحملة، يعني كيف رأيتم حملة فينا خير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. حقيقة يعني يلزمني أولا أن أوجه الشكر أولا والتقدير للقيادة الرشيدة على رأسها جلالة الملك المفدى حفظه الله وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على توجيهاتهم السامية السديدة في إدارة أزمة كورونا بكل حكمة وتميز واقتدار، واتخاذهم كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة هذا الفيروس ومنع انتشاره بما يحفظ صحة وسلامة وأمن واطمئنان المواطنين والمقيمين جميعا من غير استثناء. الشكر طبعا موصول هنا لسمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الذي أطلق حملة فينا خير دعما للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا التي يرأسها سمو ولي العهد حفظهم الله تعالى. ولا شك أن هذه المبادرة الخيرة من سمو الشيخ ناصر هي توثيق لمبدأ الشراكة المجتمعية، التعاون والتكافل والترابط والتماسك بين أفراد المجتمع البحريني الذي عرف بترابطه وتماسكه ونهوضه بالخير. المعروف هذا المجتمع البحريني المعروف بمحبته للخير والعطاء والكرم والمشهود له على مر التاريخ بتكاتف وتعاضد أفراده وأطيافه مما لا شك فيه. وهذه الحملة انعكست إيجابا، بلا شك انعكست إيجابا على الجميع. صحيح. وهنا يعني لابد أن نؤكد على أنه مما لا شك فيه أن للخطباء ورجال الدين والدعاة والمثقفين ورجال الدين ووسائل التواصل الاجتماعي، لا شك أن لكل هؤلاء دور كبير في توعية الناس وتوجيههم إلى أهمية الوقوف مع هذه الحملة الوطنية الرائدة وغيرها من الحملات الخيرة التي تطلق في مجال النهوض بهذا البلد وتنمية هذا البلد. صحيح. والتعاضد بين أفراد هذه قيادة وشعبا ودعوة كافة المؤسسات حقيقة للمشاركة، المؤسسات والشركات والأفراد للتبرعات المالية ودعم جهود الدولة، حقيقة هذه الدولة المتميزة التي سبقت غيرها وتميزت عن غيرها في كثير من القضايا وكثير من الأمور التي شهدناها طوال السنين الماضية وإلى يومنا، وهي متقدمة ومتميزة وستستمر بالتأكيد. يعزز التعاون والتكامل ويستمر هذا التعاون دكتور بين أفراد المجتمع. بلا شك سيستمر هذا التعاون إن شاء الله إلى قادم الأيام، وهي دروس نقدمها لأجيالنا القادمة ليعلموا كيف كان هذا الجيل والجيل القبل يتعلم من القيادة الحكيمة العطاء والتطوع والعمل لخدمة البحرين وأهلها الكرام. فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا، وما زلنا نتحدث عن حملة فينا خير اللي وصلت المبلغ فيها إلى 100 مليون دولار يا فواز. أي والله صدقتي، فينا خير هي فصل مشرف جديد يكتب في تاريخ أهل هذه الأرض الطيبة، حب البحرين وعشق هذه الأرض الطيبة تتجسد من خلال مواقف يكتبها التاريخ في هذه المرحلة الاستثنائية اللي مر فيها ويمر فيها الكل، والكل يوقف مع الدولة والحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. خلونا نتابع معاكم مشاهدينا هذا التقرير، تقرير زميلنا العزيز حمود الجيب، راجعين لكم بالتأكيد مع الدكتور مصطفى السيد. في شهر الخير والعطاء وفي بلد الأمن والنماء وبكل حب وانتماء تجسدت أروع معاني اللحمة الوطنية في زمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، إذ أثبت المواطن والمقيم وبعزم وتصميم أن البحرين
ستجتاز بإذن الله تحدي فيروس كورونا بنجاح، وذلك من خلال المشاركة ودعم حملة في النخير التي وجه لإطلاقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. في النخير هو لسان حال كل إنسان تربى على هذه الأرض الطيبة، ووجد في هذه الحملة الفرصة لرد الجميل للبحرين التي ضحت بالغالي والنفيس لحماية شعبها من فيروس كورونا. في النخير وبنساعد الغير، خلونا نتكاتف علشان هالديرة، متحدين ومتعاونين بنتجاوز هالمرحلة ونحد من انتشار كورونا. احنا بحرينيين، احنا بحرينيين، فينا خير وبنساعد الغير. نعم احنا بحرينيين، فينا خير وبنساعد الغير. هذا هو العنوان لقصة ترسخ مبدأ الشراكة المجتمعية، وتحكي عن تكاتف أهل المملكة وتعاونهم لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. حياكم الله من جديد. بالتأكيد حملة في النخير راح تستمر، وراح تستمر للقادم يا دكتور، مثل ما ذكرنا قبل شوي راح نعلمها لأجيالنا القادمة. دكتور، يعني المواقف اللي رسخت في قلبك خلال هذه الحملة أكيد مواقف كثيرة. والله المواقف اللي شفناها الليلة ما بيجمل هالموقف. يعني إن نشاهد مع بعض تحقيق 100 مليون لدعم جهود هذا الوباء العالمي بتعاون من الجميع. شفتوا السادة المشاركين شلون اعتزازهم بالبحرين، متأكد آلاف اللي يطالعون الليلة فخورين. المواقف كثيرة، أنا عديت مواقف جلالة الملك، سمو رئيس وزراء، سمو ولي عهد، مواقف احتراسية جميلة. أنا في 3 فبراير كنت حق أمين عام لمنظمة الصحة العالمية كان في الرياض عن اعتزازي بدور سمو ولي العهد، وكيف قلت له مع عظمت العلمية أمام في العالم الآن أهم شخصية، إني قلت تبون تنجحون سووا نفس دول البحرين، خلوا شخص قوي كل الوزراء وكل المؤسسات تتعاون معه وأكيد تنجحون. بس سمعنا كلمات جدا جميلة، أنا دونتني نساعد إحنا وحين نساعد الغير. أيوة ترى إحنا فرحانين مساعدة نفسنا. بس نفس الحملات إحنا كنا نسويها معاكم، وجماعتكم كان يوم معنا، عبد الله خالد كان معاي في الصومال، توليفت كان معاي أماكن فيه تحدي، مو بس في جمع المال نفس الحملات كنا نسوي بالضبط، بس أيضا كنا نوصل ونعالج ونشوف فرحة الناس اللي يرجع لهم النظر، فرحة الناس نفتح الصمام الماي في قرية بعيدة في الصومال، فرحة الأهالي نوصل المياه إلى 10 قرى، غير الشبكة الصمامات في الموقع نفسه. يعني هذه يا دكتور هذه معدن البحريني، البحريني مو بس يساعد، واكيد بنرجع بنتكلم حتى احنا شلون ساعدنا المقيمين اللي موجودين عندنا وما تخلينا على اي فرد منهم، لكن عقب ما نروح حق هذا الاتصال مع استاذي العزيز والبروفيسور عبد الله الحواج رئيس مجلس الامناء الجامعه الاهليه. يا مرحبا فيك ومبارك عليك شهر دكتور. الله يسلمك ومبارك عليكم الشهر جميعا. نعم دكتور، في مبادرة جميلة قامت بها الجامعة الأهلية بمنح الكادر الطبي تخفيض بنسبة 50%، كيف ترون هذا الدور اللي يقوم به الكادر الطبي وشلون عطيتهم هذه النسبة حق لهم أو حق حتى أبنائهم إذا أنا كنت فاهم الموضوع؟ بلا شك، يعني إحنا أول شيء يعني أنا أنتهز هذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للحقيقة إلى سمو الشيخ ناصر على هذه المبادرة الإنسانية اللي أفلجت صدور الجميع. ولذلك إحنا في الجامعة الأهلية أيضا نحن مؤسسة في هذا الوطن الغالي،
ونتمنى أن يعني نقدم أي شيء نستطيع لهذا الوطن الغالي. وإحنا شفنا أنه نعتز ونفتخر بأبنائنا وبناتنا في الصف الأول، سواء كان في وزارة الصحة أو في قوة الدفاع أو في وزارة الداخلية أو المتطوعين كلهم، شنو نقدر نقدم لهم. وكانت الحقيقة قلنا هل نستطيع ندرسهم على حسابنا، هل نستطيع نقدم لهم منحة جزئية كبيرة، فتوصلنا إلى أنه نعطيهم منحة جزئية كبيرة لهم ولأبنائهم، وعلشان نقول لهم أن أول شيء التعليم في خدمة المملكة، في خدمة هذه المملكة الغالية. ومدام بدأنا ببداية عظيمة جدا، تقدم على علينا كلنا جلالة الملك بالمنحة المالية الكبيرة، وأيضا صاحب السمو رئيس الوزراء بتوجيهاته الكريمة ونجاح العظيم. نعم يعني دكتور أكيد نقدر لكم كل هذا الدور، وخصوصا في وقت هذا التحدي واللي أثبتته فيه فعلا أن التعليم منصة مهمة، وبهذا العطاء الكبير اللي قمت فيه. البروفيسور عبد الله الحواج رئيس مجلس الأمناء الجامعة الأهلية، شكرا جزيلا لك. بالتأكيد مثل هذه المبادرات والمساهمات لها محل تقدير ولها محل شكر وامتنان وعرفان. الدكتور مصطفى، أنا لو بتكلم معك ما بيمديني الوقت فيها، لو بحتاج لحلقة وحلقتين وثلاث أحتاج معك دورة برامجية لنعدد هذه المساهمات الكبيرة للمؤسسة الخيرية للأعمال الإنسانية. فيعني أنا مضطر أقول لك كل الشكر والتقدير، ولكن لنا عودة إن شاء الله في قادم الأيام في هذا الشهر المبارك لنتحدث. بس فواز ولي سلمك خلنا نتذكر الرقم، أنا الرقم يثلج هذيك ما بنعيده، 100 مليون دولار. 100 مليون دولار. ودي أبارك لجلالة الملك، سمو رئيس وزراء، سمو ولي عهد، سمو شيخ ناصر، شعب البحرين الكريم، واشكركم كلكم ونفتخر بكم ومن حقكم تفرحون الليله. يعطيك العافيه. تسلم دكتور. تسلم يعطيك العافيه. وصلنا الختام، نلقاكم ان شاء الله في بكره مع حلقه جديده من برنامج مجتمع واعي. الى اللقاء. فمان الله.